هذا وقد أعلنت وزارة الداخلية عن هروب السفاح القاتل دردير الخطير، وقد استطاعت الجهات الأمنية أن تحدد مكان هروبه، وهو منطقة الزهور بحي الورود شارع رياض باشا. شارع رياض باشا، هذه نفس المنطقة التي نعيش فيها، وتعمل الجهات الأمنية على اتخاذ كافة التدابير للقبض على المجرم الهام. على جميع السادة المقيمين في منطقة الزهور بحي الورود اتخاذ كل التدابير والحذر ثم الحذر من هذا المجرم عتيد الإجرام، ونناشدكم إذا لاحظتم أي تحركات مريبة أو ساوركم الشك في شخص ما أن تتصلوا بنا على أرقام النجدة، ولكم جزيل الشكر. لا تنسوا دعاء الانتهاء من الطعام، رددوا ورائي: الحمد لله الذي أطعمني هذا، الحمد لله الذي أطعمني هذا، ورزقني من غير حول مني ولا قوة، ورزقني من غير حول مني ولا قوة. أحسنتم، هيا بنا. إلى أين تذهبون؟ إلى المدرسة يا أبي. لا توجد مدرسة اليوم. اليوم هو الاثنين وليس عطلة لأي سبب. إذا توجد مدرسة اليوم. ألم تسمع المذياع؟ بلى سمعناه. إذا علينا أن نلتزم ببيتنا ولا نخرج منه إلا بعد أن تقبض الشرطة على هذا المجرم الخطير. يجب أن تتحلى بالشجاعة يا أبي. هناك فارق كبير يا عماد بين أن تكون شجاعا وبين أن تلقي بنفسك إلى تهلكة وتعرض نفسك للخطر. وماذا لو داهمنا الخطر في منزلنا؟ وقتها يجب علينا أن نتحلى بالشجاعة ونتوكل على الله ثم نواجه الخطر. احترس يا أبي، ربما يكون من؟ السفاح القاتل. السفاح القاتل؟ يجب علينا أن نتحلى بالشجاعة ونأخذ حذرنا جيدا. هيا نختبئ. اختبئوا أنتم. لا يا أبي، لن أختبئ، أنا معك في مواجهة أي خطر. بارك الله فيك يا ولدي، اختبئ أنت يا رباب. هيا اذهب وافتح الباب. انتظر، هيا نفتح الباب سوا. أعطيني هذه، هيا افتح الباب. أستاذ فهمي. نعم أنا هو. ماذا بك يا معلم غوري؟ ماذا بك أنت؟ عذرا يا معلم، لقد جئت لأحذركم من السفاح، أليس كذلك؟ نعم. تفضل يا أستاذ. لا، بل تتفضلوا أنتم إلى شقتي. ولما تفضلوا أنتم؟ لا، هذه رغبة الوالد. الحاج صلاح. نعم. حسنا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أرأيت يا ولدي كيف نواجه المشاكل؟ ها يا رباب، يا رباب.